السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب. سوف نقدم لكم المودل المعنية وكذلك إن شاء الله وتوقيت دخول أمطار الاضطرابات الجوية. فلا تنسوا بارك الله فيكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، شكرا لكم. الفترة بعد الزوال يتوقع أجواء غائمة على أقصى جنوب المملكة مع احتمال بعض الزخات الرعدية، قد تصل حتى أوسترد والغويرة والداخلة بإذن الله، وسمارة وبوجدرة العيون ربما تصل بعض التساقطات المطرية الرعدية الضعيفة والمتفرقة. خلال اليوم الأربعاء يحتمل دخول اضطرابات جوية معتبرة على المملكة، والمناطق المعنية إن شاء الله فهي كالتالي: أمطار غزيرة معتبرة على إيساغن، قرية بو محمد ومكناس، الخميسات والماس إفرانس، كورة مداز، أمطار حاضرة على خنيفرة وزاوت الشيخ، بني ملال، وادزم، خريبكة، تونفيت، ميدل، تريش، كرامة، وإملشيل، وأزيلر، وأسول، قلميمة، والرشيدية، وتنغير، وتبنج، وأكادير، وشيبة، قلعة استغنى، وأمطار حاضرة على أنزميز، وكيمدن، وكذلك على تيزنيت، وسيدي إفني بإذن الله، وكذلك بالفاع، وأشباه. تساقطات ضعيفة على الجديدة، وكذلك الصويرة، وأسف، والدار البيضاء، والرباط إن شاء الله. خلال الفترة إن شاء الله بعد الزوال فيتوقع استمرار هذه الأمطار الغزيرة وتصبح قوية جدا على سبت الفنيدق، المضيق، وطنجة، وأصيلة، وتطوان، والعرائش، للميمونة، الشفشاون، ووزان، وكذلك إساقن، تاونات، قرية بو محمد، سيدي علال، تازي، تزليمان، والرباط، والخميسات، الرماني، مكناس، فاس، وإفران، وسكور متاز، دهلا، وتازا، وأكنول، وتاونات، والدريوش، والناظور، والحسيم. أمطار قوية على إساقن كذلك والشفشاون. الفترة الليلية فيتوقع بإذن الله استمرار الأجواء المضطربة والعواصف الرعدية على الرباط وسيدي سليمان وسيدي علال التازي وللميمونة ووزان وكذلك قرية أبو محمد وتاونات وتهلا وأصيلة وتطوان الحسيمة. أمطار ضعيفة على التاونات وكذلك تازا وتهلا. أمطار غزيرة على سيدي سليمان والخميسات. أمطار معتبرة على والماس وإفران سكور متاز وميسور. أمطار ضعيفة كذلك زاوت الشيخ وبني ملال وأزيلا وأكادير بوعشيبة وكيمدن. تساقطات ثلجية. الفترة الصباحية من يوم الخميس يتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والقوية خصوصا كذلك على الواجهة المتوسطية على الناظور الحسيمة وكذلك تطوان وأصيلة والعرائش للميمون سيدي علال التازي وسيدي سليمان قرية بو محمد فاس وتهلا وكذلك الدار البيضاء برشيد ستادكار ورد الفرج الجديدة والوالدية وسيدي بنور. تساقطات أمطار غزيرة كذلك حاضرة على قلمي بعض التساقطات المطرية وطنطان وطرفاية وتزنيت وتلودانت ومراكش ومرتفعات الأطلس. ويتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والقوية وسوف تصبح اضطرابات جوية على الصويرة والجديدة والدار البيضاء ومراكش وكذلك الحوز بن قريق قلعة استرغن أكادير وشيبة البروج يوسفية سيدي بوعشمان خريبكة خنيفرة أي داود إيمن تانوت أمزميز أوكيمدن إيمن تانوت وتبنت مع تساقطات الثلجية على تبنت أوكيمدن وميسر والرشيدية والريش وكرامة. تساقطات حاضرة على بن سليمان وكذلك برشيد القارة وكذلك الرماني والخميسات مكناس وأمطار حاضرة على أكنول وإيساقن ودري وشل ناظور الحسيمة وطنجة ووجدة وبركان وجة الشرقية وتاوريت. اضطرابات قوية سوف تشهد المملكة كذلك واستمرارها يوم الخميس على عدة مناطق من المملكة على مراكش بن قريش شيشاوة تبانت بني ملال وخنيفرة ميدل تينغير الراشدية وكيكو والرباط سيدي سليمان فاس كيكو وطاط الحاج وتازا وتاوريت ووجدة والناظور الحسيمة والناظور والدار البيضاء وباب برد وتطوان والقنيطرة إن شاء الله. اضطرابات جوية متواصلة يوم الخميس على كذلك مرتفعات الريف والرباط وسهول الأطلسية بإذن الله. يوم كذلك الأحد احتمال تعود بعض الاضطرابات الجوية فوق المرتفعات الأطلس مع احتمال بعض الزخات المطرية على الواجهة المتوسطية كذلك اضطرابات متواصلة على النصف الشمالي من المملكة وكذلك على قلمين بإذن الله ومراكش. اضطرابات جوية كذلك حاضرة يوم الثلاثاء على شمال المملكة والشمال الغربي وأقصى جنوب المملكة. خلال يوم الأربعاء اضطرابات كذلك حاضرة أقصى شمال المملكة.